عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر. سادتي الكرام، مشاهدي قناة الأيام، مشاهدي برنامج الفقه وحياة، حياكم الله في يوم عاشورائي جديد، ونتذكر خلاله ما جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته وأنصاره. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وعظم الله أجوركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته. حياكم الله سيدنا الكريم. إذن على بركة الله نبدأ مشاهدنا في هذه الحلقة. سنكون على أتم الاستعداد لاستقبال مشاركاتكم، أسئلتكم، ملاحظاتكم، مداخلاتكم من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة إن شاء الله بعد 15 دقيقة من الآن، فكونوا معنا لنواصل هذه الحلقة. بداية سيدنا، لطفا نود أن نتكلم عن موضوع إلى علاقة بهذه الأيام بشكل مباشر، ألا وهو المنبر الحسيني. المنبر الحسيني كما تعلمون سيدنا، منذ الرثاء الأول للإمام الحسين عليه السلام كان يمد الناس بأسباب حياتهم، بأسباب نهضتهم، شعورهم بإنسانيتهم وانتمائهم للدين الإسلامي. موضوع المنبر الحسيني موضوع مهم سيدنا وحساس. الناس اليوم يمرون بأشياء غير واضحة المعالم أحيانا، فكيف يعني يتبين المنبر الحسيني الحقيقي من المنبر الحسيني الدخيل اللي بعيد عن الحسين عليه السلام والخط الحسيني؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد، المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، مسألة المنبر الحسيني إنصافا الوسيلة المباركة، الوسيلة المهمة جدا في إيصال فكر أهل البيت وفي إيصال قضية الإسلام إلى الناس. وأعتقد أنا جازما على أنه لولا الإعلام الحسيني ولولا المنبر الحسيني ولولا الخطابة الحسينية لما كانت قضية الحسين تصل إلى هذه المديات. يعني دور زينب الكبرى ودور الإمام السجاد في خطبهم وخطاباتهم وكلماتهم المهمة التي ألقوها في الكوفة وفي الشام، لعبت دورا كبيرا جدا في تفهيم الرأي العام وتغيير الرأي العام اتجاه السلطة الأموية. فيبقى المنبر الحسيني ركيزة مهمة جدا في جنب التضحية التي قام بها أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. على طول التاريخ، وليست القضية مرتبطة بزمن الإمام أو الإمام السجاد، لا، على طول التاريخ كان للمنبر الحسيني وللخطاب الحسيني وللإعلام الحسيني دورا مهما جدا، أعتبره أنا الدور الأول إنصافا. كان مثل منبر اليوم سيدنا، منبر ويجلس عليه خطيب ويتكلم مع الناس. نعم، كان منبرا. لذلك الإمام السجاد لما استأذن للخطابة قال: أتسمح لي أن أرتقي هذه الأعواد؟ يظهر ما سماه منبر، سماه أعواد. نعم. وهذا إلى يعني إلى نكتة معينة، لأن المنبر لابد أن يقال تذكر فيه الفضيلة، المنبر لابد أن يذكر فيه الوعي والإرشاد، لا التضليل ومناصرة الطاغوت. لذلك الخطيب الذي كان في مجلس يزيد كان يمدح يزيد وعلى حال ينال من أهل البيت، فجرد الإمام من كلمة منبر. أحسنتم. فلم يسمه منبرا، سماه أعوادا. فيظهر كان هناك شيء من هذا يعني من هذا القبيل على أن يرتقى عليه ويلقى الخطاب. وهذا يظهر كان مرسوما حتى في واقعة الغدير. النبي الأعظم وضعوا له مجموعة من على حال أخشاب الهودج أو غيره حتى صعد رسول الله عليه وألقى الخطاب. إذن هو مرتقى، سواء كان من الخشب أو من الكذا أو من الصخر أو من على حال من أي مادة كانت، ولكن عموما هو مرتقى. هذا المنبر إنصافا يتحمل مسؤولية كبيرة.
خصوصا في أيام محرم الحرام. أيام محرم الحرام هناك حالة من الإقبال العجيب والاستعداد الكبير والتهيؤ الغير المسبوق للجماهير على أن يحضروا المجالس ويستمعوا لقصة كربلاء ويستمعوا للدروس التي يمكن أن يستفاد منها من هذه الواقعة الكبرى. لا. فهذا الاستعداد وهذا على حال التهيؤ والإقبال يعطي للمنبر الحسيني مسؤولية مضاعفة. مسؤولية مضاعفة. ليش؟ واضح، إذا أنا أصعد منبر لم يكن هناك مخاطبين كثر أو لم يكونوا مقبلين، طبيعة الحال ذاك المنبر لا يكون مؤثرا كما لو كانت المجالس الحاشدة. أنتم شفتوا يمكن. نعم واضح. أنا شخصيا خرجت برؤية وأعلنتها على إحدى الفضائيات أنه لم يسبق مثيل على أن تكون المجالس الحسينية بهذا النوع من الإقبال وهذا النوع من التفاعل إنصافا، يعني شيء في أي محافظة سيدنا هذا الرصد؟ كل المحافظات. نعم. كل المحافظات عندنا رصد، لم يسبق لنا على أن تكون المجالس بهذا الكم الهائل، وهذه أنا اعتبرتها مفارقة مهمة مع وجود الهجمة الثقافية، الهجمة على حال المعادية ضد الدين وأهل الدين والعمامة والإسلام. شايفين أنتم بعد الفكر الغربي والقوانين الغربية والعلمانية وضرب على حال المعارف الدينية والروحية والمعنوية. نعم. تجد أن الشباب يقبلون بملابس سوداء بوضع على حال حزين ومتفاعل، هذا يجعل للخطيب مسؤولية كبيرة جدا جدا. يعني أنا كنت في على حال في إحدى التجمعات الكبيرة في السماوة أو أطراف السماوة، شيء مهول إنصافا، صحراء مليئة بالبشر، مليئة بالبشر. في بغداد مجالسها على حال بالآلاف. زين، تعطينا مسؤولية مهمة أنه أيها الخطيب كيف يمكن لنا أن نغذي هذه الأرواح وهذه النفوس وهذه الأذهان طعاما وتغذية يمكن أن يغير على حال من وضعهم العام الأخلاقي السلوكي، وضعهم العام في مواجهة التحديات التي نواجهها اليوم، تحديات عصيبة الآن. لا. تدرون أنه قوانين الجندرة وغير الجندرة، هذه على حال النوع الاجتماعي وما إلى ذلك، هذه كلها لابد الخطاب الحسيني والمنبر الحسيني على حال يقوم بعملية تحصين، تخصص لها حلقة سيدنا نتحدث عنها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نتكلم في هذا المجال، وأنا أتكلم طبيعة الحال في محاضرة كاملة في بغداد. نعم. على أي حال فلا اسمحوا لي أتكلم هالكلمة، فلا يعوز الخطيب، فلا ينقص الخطيب شيئا حتى على أي حال حتى يثير عواطف الناس بطرق ملتوية، بطرق غير لطيفة، بطرق بكلمات غير مناسبة، بأحاديث غير واقعية، بحركات غير على حال غير ملائمة، حتى لا. نستعطف الناس ونبكي الناس. لا، قضية كربلاء هي بحد ذاتها ما جرى فيها يمكن أن تفت الصخر كما قال الإمام صلى الله عليه وسلم، أن الصخور تتفتت من هول المصيبة. فماكو داعي أنا أختلق لي رواية، أختلق لي قضية، أختلق لي مشهد، هذا لا يحتاج إنصافا. نعم التمثيل والتشبيه واللي جاي يصير إنصافا، هذا الواقع اللي يسووها في أعتقد في من التصوير ويتصرف مع هذا الممثل لدور شمر، كيف يتصرفون معه تصرف معادي مع رجل
ثيل بعيد على انه واقع. لابد ان نكون على مستوى عالي من الحكمه في طرح الفكره، في الاسلوب، في الاداء. وهذا انا اعتقد القضيه الحسينيه على انه نستطيع ان نؤدي هذه الرساله بدون هذه الاحتواءات وبدون نعم. هذه اسمح لي بمداخله سيدنا. احيانا يعني تتوجه الكلمات باللائمه على المؤسسه الدينيه انه ما غربلت يعني رواد الضوابط، كيف ترد على هذا السؤال؟ كان الاكرم، نحن في المؤسسه الدينيه الحوزه العلميه ليست هناك قوى ضابطه. نعم. يعني لا عندنا محاكم ولا عندنا مراكز شرطة ولا هم. يعني المؤسسة الدينية هي بحد ذاتها معنوية تعليمية. وروحية وتعليمية وتهذيبية، فالذي يدخل فيها بقصد سليم وبنية سليمة ويجد ويجتهد سيتحصل على الخطباء يسيء، فإن الناس سيحملون الخطباء كلهم هذه القضية السيئة التي تصدر من شخص، وهذه أيضا نظرة تعميمية غير جيدة. يعني وأنا تكلمت فيها القضية عدة مرات أنه أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها المؤمنين، أيها المؤمنون، لا تتصوروا أنه كل معمم هو يمثل الإسلام وكل معمم هو يمثل الحوزة. لا، قد يكون معمم يمثل نفسه، يمثل فكرة، يمثل سلوكه وتربيته. نعم، نحن نعرف الشخص الجيد من أداء الجيد، من أخلاق الجيدة، من على حال إصدارات الجيدة. إحنا يقول الإمام أميرني صلى الله عليه وسلم كلمة حلوة، يقول ما أضمر امرؤ شيء إلا وظهر على فلسانه أو قسمات وجهه. طيب يعني الحال أنا غير متقي وإنسان غير مؤدب، فالأستاذ مرتضى قال شلون نفتهم الخطيب الكذا؟ على حال إحنا من فكرة، من خطابته، من القاءات نفهم أن هذا شقد يكون حسب تعبيرنا كلامه مسند وكلامه مضبوط. وأنا سمعت خطيبا ذكر رواية، أنا في واقع الحال علمت أن هذه ليست رواية، إنما هي تأليف من عنده. نعم. رجعت إلى كل المصادر لم أراها، وأرسلت له خطابا تقريعيا، يعني شوية حسب تعبيرنا النبتة تأنيبا. أنت عندك تواصل لهذا الشخص لا سيد؟ لا عبر علي حال عبر أشخاص، أنه شنو هالطريقة؟ قال إيه أنا والله أخذتني الكذا. هذه الأمور في واقع الحال لابد أن يحافظ سماحة السيد المرجع الأعلى عند مجموعة توصيات الخطباء، هو جميلة. هاي مسألة أنه كلمات الغير ماكو لازم، يعني ماكو داعي أن أجيب كلمات اللي هي تثير الشبهة عند الناس، خصوصا عند المناوئين. المناوئون عندما يسمعوا أن جنابك تقول لا حول ولا قوة إلا لعلي أو لفاطمة، هذا يعني أنت جاي تزرع شيء اسمه أنه نحن مغالون، نحن مشركون، نحن كذا. هذا غير صحيح، هذه مسؤولية عظيمة. يعني ماكو داعي أيها الشاعر أنت تأتي بكلمات اللي في الواقع توحي أنك تؤله. أنت ما تؤله، بس توحي للناس أنك تؤله. أكو كلمات جميلة وأكو كلمات كذا صريحة. وهل ينقص أهل البيت فضيلة حتى أنت تجي تستعير صفات الله تجعلها في أئمة أهل البيت؟ هذا ليس صحيحا. فرسالتنا إلى جميع الأخوة الشعراء، الخطباء، الرواديد، حافظوا على المنهج الصحيح
لأهل البيت على التعاليم التي بثها أهل البيت في ما يرتبط بالمجالس، ما يرتبط بالخطابة، ما يرتبط بالشعر. يأتي شخص من الشعراء إلى الإمام الرضا في منى، قال له عندي شعر، إذا قال له هنا أنا على حال مكان ذكر الله، قال له أنا أشعر أن أقول شعرا فيكم. إمام قال تفضل، فيكم يعني عبادة أصلا. فبدأ فذكر الحسين صلى الله عليه وسلم وبكى الإمام وأعطاه هدية. ففي واقع الحال إحنا الشعر مهم جدا، المنبر مهميته عظيمة كما ذكرت، الرادود الحسيني لا يمكن لنا أو لا يجوز لنا أو لا يجوز لنا أن نذهب إلى مذاهب وطرق وأساليب توحي إلى الآخرين على أننا في واقع الحال في الشيعة هناك إشكالية أو من المغالين أو من المشركين وما إلى ذلك. يكفينا ما فينا من المشاكل، وتكفينا ما علينا من الإشكاليات الموهومة والأكاذيب المطروحة. أنت تجي أكاذيب مطروحة من قبل المناوئين، أنت تجي ترسخها أو تعطيها مبرر، هذا نعتقد جريمة بحد ذاته. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. أحسن، شكرا سماحة السيد على هذه النقاط المهمة، ونرجو أن تكون أصلا صارت واضحة إن شاء الله عند المشاهد الكريم. عندكم إضافة سيدنا لو ندخل للأسئلة؟ حياك الله لخدمتكم. عفوا إن شاء الله. إذن على بركة الله مشاهدنا الكريم نبدأ باستقبال مشاركاتكم إن شاء الله تعالى، أسئلتكم، اتصالاتكم من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة للإجابة عليها من قبل السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ونبدأ بالمشاركة الأولى. من المشاركة الأولى؟ عندنا مشاركة أو لا؟ أنا ما وصلني أي صوت. حسين تفضل أخي الكريم. حسين تفضل. سماحتكم تعرف أنه خلال الفترة الأخيرة تكررت حادثة سرقة القرآن الكريم في أكثر من دولة. نعم. وحقيقة نحن الآن كشباب مسلمين هذه الحوادث تستفزنا. نعم. خصوصا نحن نحيي ليالي شهر محرم الحرام وقضية الإمام الحسين الذي خرج من أجل الدين. نعم. فلذلك إحيانا لهذه المظاهر يحس في داخلنا أن وجود شخص آخر يتشبه بالشمر بهكذا أفعال أو بآل يزيد وآل حسين. سؤال، كيف ممكن نتعامل مع هكذا الأمران اليوم كشاب؟ شلون ممكن أتصدى لهذا الأمر؟ لأن حقيقة التصدي بالسوشيال ميديا وغيرها ما جايش في غليلنا تجاه هذه الأفعال. حسنا أتكلم كشخص، ما أتكلم على صعيد الحكومة وغيره. شكرا لأخ حسين، تحياتنا لك وشكرا جزيلا على اتصالك ومشاركتك. موضوع في الآن تفضلوا سيدنا. شوف أخي حسين حبيبي، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة كما ورد في الحديث الشريف. أنا أعتقد هاي الحركات التي صارت في تلك البلاد، وأنا أعتقد الغربل، أنا جاء أسميه الآن الغرب الكافر، الغرب العدو، بدأ الغرب يكشر عن أنيابه بكل معنى الكلمة. أقولها الغرب، دول الغربية بدلت أن تكشر عن أنيابها وتفضح نفسها وعوراتها ظهرت. إحنا كنا 40-50 سنة مغترين بالحضارة الغربية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التفكير وحرية الاعتقاد، مو شكله لا، 40-50 سنة الآن أغرونا بهذا. ولكن الحمد لله الآن تبين أنه لا حرية، نعم حرية في ازدراء الأديان وفي إهانة المقدسات، ولكن أنت أن تمارس حريتك فيما هم يريدون لا يقبلون. الآن أنت من الناس أنه الآن يشكك في محرقة اليهود، أو من الذي مثلا يحرق علما من أعلام هؤلاء على حال المنحرفين؟ ماكو يعني أكذوبة الحرية والتفكير والحرية الشخصية، هذه أكذوبة الحمد لله رب العالمين بعد ما تنطلي، وهذه أنا أعتقد إنجاز جيد. اثنين، أن نعتبر أن هؤلاء في واقع الحال لا يريدون الإسلام أن ينتشر، لا يريدون الإسلام أن يكون،
لذلك الحركات اللي تصير حركات تريد أن تقف أمام المد الإسلامي الذي الآن جاي ينتشر في أوروبا وأحصائيات مهولة أنصافا، وهذه على حال قضية ثانية. قضية الثالثة اللي أنا أعتقد أهم، لا تستفزنا أنت جناب، قلت هاي ما تشفي غليلنا، إحنا غليلنا لابد أن يشفى بمن؟ بإرضاء الله سبحانه وتعالى. أنا أدي مسؤوليتي أمام الله أن هذا اللي يشفي غليلي، الكلمة الطيبة، نصيحة، الأمر معروف نهي عن منكر، أن أنتقم بطريقة اللي على حال أجعل نفسي ظالم وأنا مظلوم، هذا ليس صحيح. يعني لا نسوي حركة أو قضية أن نخرج من كوننا مظلومين لنكون ظالمين. جت جماعة قالت اليوم إن شاء الله نحرق الإنجيل، يا أخي الإنجيل كتاب من كتب الله، كتب سماوي، أنت تجي تحرق الإنجيل هذا عمل غلط، يعني أنت المظلوم صرت شنو؟ ظالما، وهذا غير صحيح. رابعا أنا أدعو الإخوة جميعا وكل المؤمنين أن لا يهتموا، خصوصا هذا الشاب النزق اللي كل يوم مسوي له قضية، جايب صورة وحارقها، جايب علم حارقة، هذا يبحث عن مبررات لإعطاء امتيازات هناك. إحنا لا ننشر، إحنا لا نشارك، وكأنما شيء لم يكن. هذا بخصوص هذا الولد العراقي، هذا الشاب العراقي، أن لا يعتنى إليه ولا ينشر له ولا يعلق عليه، أنا أعتقد بحد ذاته كما ورد في الروايات الشريفة، هذه رواية واي مهمة، أن الفتنة بعض الأحيان مواجهة الفتنة بالاستغفال. استغفال عشانه يسوي نفسنا قضية ما صايرة. بعض الأحيان هالشكل تموت الفتن وتموت يموت الباطل بمن؟ بالغفلة عنه، بتجاهلها. فأنا أرجو الشباب أن يتجاهلون القضية. نعم الحمد لله تماسكنا أكثر وعرفنا الغرب شنو ماهيته، وعرفنا أن هناك تحدي ثقافي وهذا مهم جدا. أحسنتم. اتصالنا الأخت الكريمة أم حسين، تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد رشيد، أنا جايبة 7 أطفال، قسم عصوم وقسم ما عصوم، من سنة قادم شلون عصوم قد ما عصوم مطلوبة. أنت صحتك ما تسمح لك بالصيام لو شنو؟ حامل وما عصوم، ما قد تسمع يصومونه وها هسه ما عادش قد عصوم، يعني قد ما عصوم. كنت حامل رمضان الماضي؟ إيه لا قبل كم سنة، حامل وما عصوم، مرات أصوم مرات ما أصوم، يعني حمل أصوم حمل ما أصوم. نعم. حتى ما أصوم حمل ما أصوم. واضح إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة أم حسين، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا، مع السلامة. أجيب عليها. تفضلوا سيدنا. إحنا أنا آسف سيدنا لين. بما أنه عندنا اتصال الآن موجود على الخط، شو رأيكم نأخذ ونرجع إذا ما كنت اتصال أنا أجاوب. نعم. اتصال من من؟ زهراء تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ بارك الله فيك. سيدنا عندنا عمي مريض، يعني دائما نغسل ادراره شغلته، يعني فيقول انا شلون اريد اصلي، شلون اصلي، يعني حاير بالصلاه شلون اصلي، هو اني ما اقدر، يعني هاي القضيه. يعني شنو دائما هو عنده ادرار مثلا ما يقدر له شيء ثاني؟ دائما ادرار ما يلحق، مرات يعني هو قاعد على الشربايه يتدرر، يجيبون له مالته غسوله يتدرر، ف يعني مو يعني ما جاي يقدر ياخذ راحته، يعني بالنظافه شيء، يعني نحن ما نقدر. صار واضح اخي ابو زهراء، الله يمن عليه بالعافيه ان شاء الله ويشافيه، وتسمع الجواب اخي الكريم ابو زهراء بعد. اقول لك ممنون في مالك. تحياتنا لك، مع الف سلامه. عفوا سيدنا، تجاوبون على الاخت المطلوبه صيام ام حسين. حجيه شوفي، انت تقولي انه مرت علي فترات حمل شبابي وانا كنت اصوم بعضها وكنت ما اصوم بعضها، وانا ما ادري شقد علي الصيام. شوف حجية، هي كانت حامل سيدنا. إيه كانت في السنين الماضية. نعم. هي مرة كبيرة، هي تتكلم عن سنين ماضية، تقول سنين قبل. شوف حجية، ما حد يدري أنه أنت شقد صمتي وشقد ما صمتي، بس أنت عندك ولو احتمال أنه أنا يمكن سيدنا، يمكن على حملي على فلان ابني ما صمت، على فلان بنتي صمت كذا، عندك فرد يعني شكوك، يعني عندك فرد احتمالات. نعم. هاي الاحتمالات هي المهمة عندنا. فأنت قدريها،
قول لي الحمل الأول هيك صار، الحمل الثاني هيك صار، فيمكن أنا سيدنا علي يمكن 5 أشهر أو 6 أشهر، 5 أشهر مجموعا، 5 أشهر صوم أو 6 أشهر. زين جيد ممتاز. نعم. ما دام صار عندك احتمال 5 أو 6 أخذي 5 فقط الأقل، أخذي بالأقل وإقضيهن، إقضيهن الأقل، وهذا اللي يبرر ذمتك أن تأخذين بالاحتمال الأقل. أحسنتم سيدنا. أم علاء أختي الكريمة تفضلي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السيد ويانا إن شاء الله. يسمعكم السيد، تفضلي أختي. العفو سيد، احنا السنة إن شاء الله احنا ما نريد نتباهى، بس احنا لازم يعني نطرح هاي الأمور، مثلا نقول لك كتش أمور، احنا مو نريد نتباهى وندور رياء، بس احنا لازم يعني على مود المقابل هم يستفاد من عندنا. تفضلي. السؤال الأول، احنا السنة الله رزقنا حج بيت الله الحرام، بس الحج مالتي كلش ما مقتنعة به، كلش ما مقتنعة به. يعني أنا أقول يعني مع احترامات يعني لأن أمور هواي ما خلونا نسويها. قبل إحنا نسمع وكنا نتمناها وظلت من نفسنا، كنا نتمنى نروح المنار، نروح المزدلفة، نروح الهاد، خذونا للمزدلفة بس نعقدنا النية، عدلونا على السيد الزنجاني، قالوا السيد السستاني سمحنا عليه، بس عقدنا النية رجعنا المن، رجعنا المنار، رمي الجمرات العقد الأول. وبعدين ذن الليل كان نبات فيه نمونة ما بيتونا، نجي قبل الصلاة بساعة واحدة هم بس نعقد النية ونصلي صلاة الفجر نرجع للفندق، يعني قضيناها كلها بالفندق بحيث صار عندنا آلام وعصرات. يعني ذاك الحج قبل أهلنا يتوفون علي، الناس قبل شكت تتألم. تمام واضح سيدنا. صار يعني السؤال، السؤال الثاني أم علاء. السؤال الثاني العفو، أنا ما جاي أسوي معني أهواي، مو أهواي، إحنا عندنا مجموعة ما جاي نطبخ ببيوتنا، يقولون إن شالت البركة لازم تطبخ ببيوت، كمان نطبخ ببيوتنا ليش؟ لأن ما نسبب على الله، لا نسبب عليك وعلى الله ما نسبب، تصير بها عنصرية، نودي هذا ودانا ونودي ذاك قريب علينا، نودي هذا يوم يوم ساعدانا، فقمنا نطي للناس الفقرة، كلش قمنا ما نسوي ببيوتنا ثوابات. جزاك الله ألف خير سيد. إيه إيه نعطيها العوائل هم يسوون، أنا مو ما يصير عن طريق هذا بطانة هذاك ما بطانة، هذا قريب علينا ذاك مو قريب. سؤال ثالث. نعطي للناس ما عدا رواتب، طبعا بناء ناسب الناس ما عدا رواتب نعطيهم. واضح. عندي سؤال آخر أختي أم علاء. لا لا بس هذا السؤال. شكرا والله، يتقبل أعمالكم إن شاء الله. تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. نكمل طريقة الإجابة على كل اتصال. إيه نعم. نعم أبو زهراء، عمه مريض ويسأل شلون يصلي هو دائما يعني دائما نجاسة كذا. شوف حبيبي، أكو شيء اسمه، شيء اسمه الطهارة العذرية. الطهارة العذرية يعني شنو طهارة عذرية؟ يعني أنا في الواقع أكثر من هذا ما أقدر أطهر نفسي، أكو بول ينزل، أكو كذا، أكو جراحة موجودة، ما أقدر أطهر نفسي وأنا معذور، معذور عن إيجاد الطهارة التامة. نعم. هاي يسموه معذور، هذه يسموها طهارة عذرية بحسب العذر الشرعي اللي عندك. فالعم الكريم اللي مريض الله يعافيه، هل موجود هذا؟ هل اللي موجود هو يتوضأ ويصلي على ينزل على الأرض بكيف هو شون وضعه، يصلي بحالته هذه. يقول سيدنا ما متطهر زين كذا. اللي يمكن عليكم تطهروا طهروا، يمكن عليكم تبدلوا ملابس بدلوا، يمكن عليكم مثلا مكانه مثلا تغيروا، ما أمكن لكم اعملوا، ما لم يمكن لكم فأنتم في حل، يعني في عذر بينكم وبين الله، يعني يا ربي شوفوا الوضعية هذه، فلا إشكال في ذلك. يعني لابس حفاظة، لابس حفاظة وتوضى ويصلي بحفاظة صارت كذا، وش يسوي؟ يقول يعني الآن تعال طلع الحفاظ وكذا، عسر أو حرج أو كذا، لا إشكال في أن يصلي فيما هو عليه من الحالة التي عليها. نعم. على أن لا يترك الصلاة بكل حال، بلي لا يب لا يب لا يجوز ترك الصلاة بأي شكل من الأشكال. أم علاء سيدنا واتصالها راح نجاوب عليه بعد أن نأخذ اتصال من الأخت الكريمة أم مصطفى. أختي تفضلي. بس قلت لك رقم موبايل السيد. يعني عندي سؤال خاص ما تقدرين طرحيه بالبرنامج أختي؟ اي هو ما طيب. اقدر اطرحه. قاعد تشوفين قاعد تشوفين اسفل يمين الشاشه اكو شيء اسمه المجيب، هذا تطبيق، دخلي عليه، اكو هيك بي كيو ار كود، دخلي عليه، خلي الكاميرا مال الموبايل عليه، راح تدخلين هذا التطبيق، تقدرين تطرحين سؤالك من خلال التطبيق او تبحثين او تبحثين عن المجيب. شوف سيد، انا عندي شرعيه يعني بعائلتي اكو شيء اسمه، اريد استشرح عند السيد. هو السيد يجاوبكم ان شاء الله وبقيه الساده والمشايخ الكرام يعني
إذا تتواصلون من خلال المجيب. يعني أريد أنا بس رقم موبايلك السبيلي كلها. إن شاء الله الأخوة بالكنترول يفهموا وش التفاصيل يا أختنا الكريمة. وتعرفين بالضبط كيف تطرحين سؤالك بشكل خاص وتجيك الإجابة بشكل خاص. أيضا تحياتنا للأخت الكريمة أم مصطفى، وإن شاء الله يجاب على سؤالها بإذن الله تعالى. سيدنا الأخت أم علاء وشكوكها بصحة حج هذا العام. أخت أم علاء، لا تشكين بصحة الحج. نعم، القضية صارت هالطريقة، أنه الأخوة المرشدين الحجاج والقائمين على إرشاد الحج يحاولوا أن يعملوا ما هو مبرئ للذمة. ما هو مبرئ للذمة؟ مبرئ للذمة بهالمقدار، أن النساء لا يقفن لا يبثن في مزدلفة. الفقهاء كلهم يقول النساء والعجائز، النساء والعجائز وكبار السن والمرضى، هؤلاء يمكن أن يمرروا على مزدلفة بالنية فقط، وهذا من الأعذار، يعني من معذورين. فيمكن سوحدة تقول لا أنا ما معذورة سيدنا، أنا دبقة، أنا شابة ودبقة، أنا كذا. بعد ما تقدر القافلة كلها تتأخر على حساب وحدة، وهذه في واقع الحال، إلا اللهم إذا كان زوجها موجود، هي وزوجها تروح مع الرجال، وهذا موجود الآن. أحد الأخوات أو كثير من الأخوات مع أزواجهم يقول يا إحنا ما نروح ويا النسوان، إحنا ويا زوجي، زوجي ما يسوي أنا أسوي. قضية المبيت في منى، نعم هذه لأنه الطرق شوي بعيدة وحار الدنيا، تدرون في تموز. فذهبوا المرشدون إلى الحد المبرئ للذمة، يا بالمبيت في منى ولو ساعات يكفي قبل الفجر على رأي بعض الأعلام، لأن احتياط وجوبي يمكن رجوع لأعلام آخرين. هذه أنا أسميها الحج المسقط للتكليف. نعم. أما ذيك الروحانية اللي تريدها الأخوت، مبيت في مزدلفة، مبيت في منى ودعاء وكذا، نعم كان يمكن مع على حال مع الوضع الطبيعي لنفسها أو لمن هو معها. نعم. أما بشكل عام رمي الجمرات سيدنا أيضا سألت عنا، اللي هو النساء والعجائز والكبار يأخذون من مزدلفة مباشرة إلى ترمي في الليل. نعم. مع أن الرمي من أعمال النهار، بس لأنهم معذورين في الليل لأن الازدحام قد ياذيهم. هذه قضايا عذرية فلا إشكال فيها، وحجش إن شاء الله صحيح. نجاوب سيدنا على سؤالها الثاني بعد ما نسمع اتصال الأخت الكريمة أم مصطفى. تفضلي أختي، أعتقد نفس الأخت. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا يرحم والديك، عندي سؤال. الطفل أنا من هاي الزرع ماشي يسمونه، بس أنا شاب كبير، أقدر أخذ تحليل من عندي أو حلال أو حرام يعني من غير علم أهله وهو من عائلتي؟ طفل جاي عن طريق الأنابيب وزراعة الحويمن في البويض. نعم. يجاز يعني هذا الشيء؟ فأنت تسألين، أنت تسألين إنه يصير أني أروح أسوي تحليل للطفل بدون علم أبوه وأمه، هيك سؤالك؟ أي رحم الله والديك. أنت شنو صلة قرابتك من الطفل؟ ها؟ شنو صلة قرابتك من الطفل؟ ابن أختي. ابن أختك. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة، وتحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. السؤال الثاني كان للأخت أم علاء سيدنا عن الطبخ بالبيوت، ثوابا وذكرا للإمام الحسين عليه السلام. أنا لا أشجع، لا أشجع تعطيل العادات الحسينية الجميلة على بمبررات معينة. والله سيدنا إذا طبخنا مثلا كذا أو فلان يزعل، إخواني هاي قضايا قد تجي وساوس تمنعكم من هذه العادات الجيدة اللي توارثناها من آبائنا وأجدادنا، لازم تبقى. حتى لو تقولوا يا إحنا كنا هواي نطبخ، اطبخوا قليل، لا تعطلون الطبخ، والله نوزع فلوس، ترى هذه هم قضية هم فيها حسب تعبيرنا استهداف للشعائر، تبقى شعيرة الطبخ وشعيرة الإطعام وشعيرة المجلس وشعيرة المأتم والموكب، هذا خلي يكون موجود، ولا تستبدلونه بدفع أموال للفقراء وكذا، هذه على حال ممكن سيدنا الاثنين يكون مع بعض. أحسنتم، لذلك أنا أقول له مثلا تطبخين خمس قدورة،
خمس قدورة تمن وقدر قيمة مثلا، أسوي قدر واحد والبقية أدفع فلوس، ولكن أبقي هذا الشيء اسمه الطبخ اللي الحسين صلى الله عليه وسلم. اتصال الأخت سيدنا قبل قليل وشكوكها حول طفل زراعة الأنابيب. ما افتهم السؤال هذا سيدنا بالضبط. أكو طفل إجا بطريقة اللقاح الاصطناعي أو ما جي. نعم، فالطفل يصير ابن أختها، تقول أنا يصير أغافل أبوه وأمه للطفل بدون علمهم، أخذ الطفل أحلله أو أخذ مثلا من سوائل الطفل أحلله، أشوف أنا شاكة يجوز هذا مو ابنهم، بالتلقيح تبدل الطفل هيك شاكة سيدنا. زين، أولا ماكو داعي أصلا، وهذه عليه حال وساوس. الطفل عليه حال ولدته أمه، ما دام ولدته أمه فهو وابنها. إن أمهاتكم الآية أمهاتهم إلا اللاتي أو إلا اللائي أو ولدنهم هتشي إلا اللائي ولدنهم، فما دام أختك اللي ولدته فهو ابنها. هسه تقولين من وين جايبين هذا، ماكو داعي يعني، البحوشة ليس صحيحا. أكو عندنا روايات جميلة أنه لا تبحوشوا، لا تبحوشوا. أجيب لكم رواية حلوة. نعم. إجا واحد الإمام الصادق قال له سيدي أنا بلي أنا عبثت أو كذا بأنفي، دخل إذا بأنفه فحسست رطوبة ولا أدري أهو دم أم ماذا، أم على حال سائل من سوائل الأنف. هل يقول الإمام هل أشعل الشمعة حتى أشوف دم لو لا؟ الإمام قال لا تشعل الشمعة، واعتبره شنو؟ سائل. نعم. اعتبره سائل طاهر. شوف الأئمة شقيد أنه لا تبحوشون زائد، لا تشككون ولا تصعبون على أنفسكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. هاي البحوشة غير صحيحة، وكما ورد في الآية الكريمة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وورد أيضا سيدنا في الروايات أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. أحسنتم سيدنا الكريم. إذن متواصلين مشاهدنا الكريم في استقبال مشاركتك، سؤالك، اتصالك من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ونأخذ مشاركة رسالة صوتية نسمعها. استفسار صغير، أني عن بيني وبين رب العالمين أن هذا الشخص قد ما أحكي له، هذا الشخص يعود إلي ابن عمي، وأنا قطعت وعد أن ما أحكي له، أنا ما مدرك، بس هي منه أنا قطعت الوعد، أنا كنت ضايجة منه، ورجعت حكيت وياه ابن عمي، يعني واني استغفرت وها يعني عندي علي ذنب ولا. سيدنا قبل لا نجاوب على هذا السؤال خلينا نحكي عن حدود كلام ابن العم ويا بنت عمه، ابن الخال ويا بنت خاله، خلي شوي نحكي عن هذه الحدود. شوفوا اخواني يعني الصلات الغير المحرميه، المحرم يعني من محرم يعني اخويا اختي عمي خالي خالتي، اللي ما يحل اتزوجهم، اللي ما يحل اتزوجهم، اللي ما يحل اتزوجهم، هذول محارمي، ابني بنتي ابن اختي ابن اخويا اللي انا خالهم او عمهم او ما هذول محارمي. المحارم على حال يحل الانسان ان يتعامل معهم بشكل طبيعي بس بدون اثاره، يعني حتى والدي ما اقدر انا امشي بطريقه اللي اثيره او انا انثار، ما يجوز على حال. اما غير المحارم، غير المحارم ابن العم ابن الخال ابن الخاله ابن العمه، هذول في واقع الحال نعم ندخل في عوائلنا ومحرمية، يعني عفوا أرحامنا من الأرحام بس مو محارم، محارم غير الأرحام، أرحام يعني إحنا من رحم يعني. من رحم واحد. نعم. من بيبيتي أو جدتي، واضح رحم واحد، ولكن لا يعني أن أفتح الموضوع والمفاكهة والضحك والكذا والسمس حال ومزاح، هذا ما يصير ما يجوز بمقدار شلون صحتك شلون أحوال عمتي شلون خالتي شلون كذا، في أمانة في أمانة. أما شلونك والله اليوم طالع كذا ملابسك هواية حلوة هاي عضلاتك، ما يجوز ما يجوز هذا الكلام. ليش ما يجوز؟ لأنه راح يثير، لما أنت تبدين إعجابك ببعض قضايا أو هو يبدي إعجابه ببعض قضايا، هذا راح يخلي في بالك أنه تفكرين بيه،
واضح هذا. والله خوش خوش فستان كنتي لابسه او فلان قضيه، والله هذا مو صحيح. الكلام الغير المؤدب، الكلام الغير المهذب الذي سيؤدي الى اثاره الشبهه والشهوه والعلاقه وما الى ذلك، هذا لابد من غلقه. نعم لابد من غلقه. طيب هي نفس الاخت سيدنا كان سؤالها انه تقول قطعت وعد مع الله انه بعد ما احكي ويا هذا ابن عمي وبعدين رجعت حكيت وياه، فاني ماذا علي؟ العهد طبعا، وعد ما عندنا وعد، لو عهد لو يمين لو نذر، ثلاث اشياء، اما يمين او نذر او عهد، وإلهن صيغتهن الخاصه، وإلهن صيغتهن الخاصه. اذا عاهدت الله ان عاهدت الله ان لا اتحدث معه بهذه الامور ورجعت، فعليها كفاره من افطر رمضان، يعني لو يصوم 60 يوم، لو تطعم 60 مسكين، واضح؟ نعم. لو تطعم 60 مسكين. أما إذا تطعم 60 مسكين سيدنا حتى نوضحها للأخت، على طريقة كفارة رمضان بعد، مثل كفارة رمضان، على 60 مسكين، على كل واحد 3/4 كيلو طحين. واضح سيدنا. فتقول لا أنا ما عاهدت، قلت يا ربي أنا بعد ما أحكي وكذا، استغفر يا الله بابا، استغفر الله، وهذا الباب سدي. ما دام شو فيه ولد هو غير مريح سدي الباب. ليش سدي الباب سيد؟ ليش أسد الباب؟ والله العظيم جاء أقسم وأنا يعني بيني ما بين الله، والله العظيم مئات الحالات تجيني وتوصل لي أنه سيدنا علاقة، تصورنا ما تصير شيء، تصورنا ما راح يقع شيء، تصورنا كذا، ويخابروني ومتندمين ويبكون، شو نسوي؟ يقول طاح الفاس بالرأس، سيد شو أسوي؟ أنا على أساس أحكي وياها على أساس كذا، ولكن شفنا نفسنا إحنا وقعنا في الزنا، زنا زنا. فيا إخواني، لأنه الشيطان أولا ما نايم ولا عنده تعطيل ولا عنده إجازة، الشيطان موجود وهو الذي يغري. فديروا بالكم فيما يرتبط بالتواصل الاجتماعي، المراسلات يا أخواتي، المراسلات ليست صحيحة في كل حال، وليست صحيحة بأي شكل، خصوصا هذا الدردشة والشات ما شات، ما يصير. والله العظيم المشاكل اللي توصل حتى المتزوجات، يقعن في شرك، يقعن في كمائن ينصبوهم بعض الشباب الغير المؤدب، وتقع هاي المتزوجة اللي عندها أولاد وعندها أسرة حتى أنه تقوم بجريمة قتل زوجها، جريمة قتل زوجها حتى تصل لذاك الولد، عليها الاحذر. أحسنتم سيدنا، شكرا للأخت الكريمة، إن شاء الله الإجابة على سؤالي صارت واضحة، شكرا لمراسلتك. نسمع مشاركة أخرى أو نستقبل اتصال أو رسالة صوتية نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا هذا القول صحيح، علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر أو ومن أذى فقد كفر، يعني الأصح يعني. شكرا جزيلا. خير البشر ومن أبى، لو الثاني شنو سيدنا؟ ومن أبى فقد كفر، قالت أو ومن فشي ثاني. المهم نسمعها مرة ثانية، نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا هذا القول صحيح، علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر أو ومن أذى فقد كفر، يعني الأصح يعني. شكرا جزيلا. شكرا للأخت الكريمة. سيدنا تفضلوا. ونعم، رواية وردت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عن النبي، وموجودة في حتى كتب الفريق الآخر، يعني ابحثوها في الجوجل، دقوا هذا كذا، راح تطلع لكم حتى كتب الفريق الآخر جمهور المسلمين. هذا الحديث ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. كفر بمن؟ كفر بمقولتي. نعم، كفر بمقولتي، يعني أنت تكذب رسول الله، ومن كذب رسول الله ففي واقع الحال كأنما عليه حال رد على رسول الله، ومن يرد على رسول الله فقد رد على الله سبحانه وتعالى. خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا أشكال، بلا أشكال. يتكلم النبي الأعظم على أنه علي خير البشر بهذا المعنى، أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم سيدنا. نأخذ مشاركة أخرى نسمعها. السلام عليكم سيدنا. سيداني جد الثاني اللي هو جد أبوي، عنده 9 ولد و 11 بنت. فجدي الله يرحمه من توفى، أجدادي قسموا القاع على ضوء 9، يعني البنات ما طوهن حصة،
والدور وسط القاع العمامي والابوي، بس الاصل يعني قسموها على اصل 9. فهسا اريد اعرف موقفنا، اني هاي القاع اللي اخذناها ورثناها بها اشكال، صلاة احتمال بها اشكال، يعني هل تعتبر القاع مخصوبة او ما شابه؟ يا ريت جوابك او تنصحني، ممنونين سيدنا. الله يوفقك ان شاء الله. طبعا. شكرا جزيلا للاخ الكريم السائل، ويا ريت الكل يبحث عن طرق النجاة للآخرة كما يبحث عن طرق النجاة في الدنيا. تفضلوا سيدنا. اي نعم، انا اشكر الاخ على اثارة له القضية. اخواني، ابائنا اجدادنا للاسف الشديد تعاملوا مع الإرث بطريقة غير شرعية، يعني منعوا أخواتهم من الإرث وما انطوهم حقهم يعني. فالآن يجون أولاد أولادهم أحفادهم يشوفون أكو غبن وأكو ظلم لعماتهم، لعمات آبائهم، عمات أجدادهم، يقول سيدنا هاي شلون إحنا جاي ناكل أو وصلت بيدنا أموال وأراضي هي قسم منها حق عماتنا، حق عمات آبائنا، هاي شلون؟ اي مشكل يعني سيدنا، حتى الصلاة ممكن يعني مثل الغصب. اي مشكل. بلي لا، هذه واقعا قضية يكون إثبار الذمة سيدنا ويا ورثة فتروحون الى ورثتهم، يعني عمتك او عمة والدك اولادها اللي هي حصتها كانت مسكينة اكلوها، أولادها، كل عمات أبوك أو عمات جدك، أولادهم، ذراريهم، خو إذا هن على قيد الحياة وياهن، بني إذا على قيد الحياة خو وياهن، إذا مو على قيد الحياة أولاد أولادهم أولادهم، فشون تتبار الذمة؟ الله يدري بس، واقعا الله يدري بس. لكن عموما مظالم، مظالم العباد عندنا في هذا المعنى أمر عصيب وأمر خطير. فهذا جرس إنذار أدقه، جرس إنذار، ديروا بالكم. لا تتصور أنه أنت إذا أكلت حق أختك يعني مشت، لا، هذا راح يروح إلى أصلابك، أصلابك وأولادك وأحفادك راح يأكلون الحرام من وراك أنت. بس هذا الولد ملتفت، أكو أحفادنا بعضهم ما يدرون أن جدهم غاصب حق بيبيتهم أو حق مثلاً عمتهم. الميدري ما يدري. ما الله لا يؤاخذ الإنسان الجاهل، إنما الذي علمه والذي فهمه والذي كذا. وسقلنا إحنا في قلنا بعض الحين البحوشة على حال واحد لا يبحوش، بس هذا الأخ بحوش مسؤولية بعد اطلع هو على المعلومة. شكرا للأخ الكريم، إن شاء الله الموضوع صار واضح أمامك وأنت أمام مسؤولية أخي. عندنا دقيقة واحدة سيدنا، تحبون تضيفون شيء بهاي الدقيقة؟ وخاصة الحديث الأخير كان عن الميراث، إذا تحبون تضيفون شيء، لأنه ترى هذه النزعة الجاهلية سيدنا انسحبت إلى حد ما إلى يومنا. بلي شوفوا أخواني الكرام، كرسالة أقول أنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. ماكو شيء اسمه والله سيدنا قد يتغير، مو مواد قانونية أو مواد دستورية يمكن يشرعون غيرها أو يبدلوها. هذا الحلال حلال إلا يوم القيامة، والحرام حرام يوم القيامة. فإلا تقعوا في تحليل حرام، يعني لا تحللون حرام اللي بعدين تتندمون يوم القيامة أو تتندمون في أصلابكم وفي أولادكم. حافظوا على حدود الله. رب العالمين في القرآن يعدد يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدوها. فتعرفوا على أحكام الله، تعرفوا على حدود الله. هذا الكلام اللي من هنا وهناك يكفينا برامج كلها فقه وفقه. نعم، إذا احنا ما نتفقه ما نعرف حدود الله شو راح نطيع الله؟ طاعة الله بمن؟ باتباع أحكامه، بقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا. وورد عن النبي الأعظم وعن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين. إن شاء الله تعالى تكونوا ممن تتفقهون في الدين. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به خلال الدقائق الماضية. بارك الله بكم، حياكم الله، والشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام أخواتي الفاضلات على طيب المتابعة والمشاهدة على امتداد وقت الحلقة. لنا لقاء إن شاء الله الثلاثاء.
الله تعالى في خير وعافية. وهذه في خير وعافية أيضا أخذناها من حلقات سابقة مع سماحة السيد. شكرا، في أمان الله وحفظه. الله يبارك.